أشهد أن إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله عباد الله يرحمكم الله، واعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في دين الله ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد عباد الله، ومع تسارع الأيام وتسابق الليالي، ونحن على مقربة من شهر عظيم جعله رب العالمين سبحانه وتعالى منحة لعباده المؤمنين، وضمن سلسلة نحو استغلال الأمثل لشهر رمضان،
والذي ذكرنا أنه يكون في ثلاثة مسارات: المسار الأول التهيئة القلبية، تحدثنا عنها في الجمعة الماضية تحت عنوان عالج قلبك من الآن، والمسار الثاني أيها الإخوة الكرام التهيئة المعرفية، تأمل لتغنم، تأمل لتغنم، تأمل الحكم والمقاصد لتغنم الأجور والمفاوز، تأمل الحكم التي لأجلها شرع الله جل وعلا عبادة الصيام لتتلذذ بتلك العبادة، لأنه كما قال أهل العلم إن إدراك الحكم يجعل الإنسان يستلذ الطاعة وتسهل عليه العبادة. تأمل الحكم والمقاصد لتتلذذ وتنعم بالأجور والمفاوز. معرفة المقاصد أيها الإخوة الكرام، مقاصد الصيام التي لأجلها شرع الله جل وعلا هذه العبادة، يجعل العبد يتذوق حلاوة الصيام ويعينه على تحقيق تلك المقاصد والحكم، لأنه يسعى وراء هدف يعلمه ويسعى لتحقيقه. فمن تلك المقاصد أيها الإخوة الكرام تحقيق التقوى التي هي مناط فريضة هذه العبادة الجليلة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. التقوى أيها الإخوة الكرام ربط الله جل وعلا وعلق عليها هذه العبادة العظيمة، التقوى التي هي خير ما يتزود به الإنسان في سفره إلى الله جل وعلا والدار الآخرة. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فكما أنه لا يصل المسافر إلى مقصده إلا بزاد يبلغه إياه، فكذلك المسافر إلى الله والدار الآخرة لا يصل إلا بزاد من التقوى. وقال عمر بن عبد العزيز: ليس تقوى الله بصيام النهار وقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك، ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله جل وعلا وأداء ما افترض. تقوى الله أيها الإخوة الكرام ما زالت ببعض عباد الله جل وعلا حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام، كما قال الحسن البصري رحمه الله: وهنا أسأل نفسي وتسأل نفسك، هل تحققت هذا اللفظ العظيم منذ ذلك العام الماضي، منذ ذلك الشهر العظيم الذي عشناه جميعا في عام رمضان الفائت؟ هل تعبدت القلب بتقوى الله جل وعلا فابتعد عما حرم وامتثل ما أمر، أم أن القلوب ولا حول ولا قوة إلا بالله عادت على ما كانت عليه؟ حكمة التقوى أيها الإخوة الكرام لو حققها الإنسان فاز بدار الخلد التي وعد الله جل وعلا عباده المتقين. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. وبشر المتقين كثير من النعم أيها الإخوة الكرام والأجور رتب الله جل وعلا رتبها على هذه الخصلة العظيمة والمنقبة الكريمة، عبادة التقوى ومنزلة التقوى. الحكمة الثانية مراقبة الله جل وعلا. يدخل هذا الشهر الكريم، وضع في حسابك هذا الأمر العظيم، تخرج من شهر رمضان وقد زادت رقابتك لله جل وعلا. الصيام مبني على المراقبة أيها الإخوة الكرام، وترك المفطرات سر لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، لأن العبد أحيانا قد يدعي الصيام ويجلس مع الصائمين وهو مفطر، والناس يظنونه صائما لكن لا يعلم حقيقة أمره إلا الله. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. الصائم أيضا
رمضان، فيتلبس بهذه المنزلة العظيمة وهذا النسك العظيم، منزلة الصف، منزلة المراقبة لله جل وعلا، يراقب الله في خلواته وجلواته، ما يمنعه شيء أن تمتد يده إلى أن يأكل وإلى أن يمارس ما يريد، لكنه يؤثر ذلك طاعة لله جل وعلا. أيها الإخوة الكرام، إن بعض الصائمين يراقبون الله جل وعلا في صيامهم وذلك حسن، لكنهم يراقبون ذلك من جهة الحلال، من جهة المأكل والمشرب وسائر المفطرات، بل يشدد بعضهم على أنفسهم فيسألون عن دقائق أمور، يسألون عن قطرة العين وقطرة الأنف والأذن، يسألون عن الغبار والدخان والطيب، في حين لا يتورع هؤلاء في أن يفسد الإنسان صيامه بغيبة أو نميمة أو زور أو بهتان. إن من أعظم ثمرات الصيام أيها الإخوة الكرام غرس بذرة المراقبة في قلب العبد المؤمن، فإذا ما عرضت عليه المعاصي والمنكرات قال: اللهم إني صائم، اللهم إني صائم. روي عن بعض السلف أنه قال: إن الله تعالى أوحى إلى نبي من الأنبياء أن قل لقومك: ما بالكم تستترون الذنوب من خلقي وتظهرونها لي؟ إن كنتم ترون أني لا أراكم فأنتم مشركون بي، وإن كنتم ترون أني أراكم فلم جعلتموني أهون الناظرين إليكم؟ وسئل الجنيد رحمه الله بما يستعان على غض البصر، فقال: بعلمك أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى ما تنظر إليه. وفي شعر الإمام أحمد رحمه الله: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيبك، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيبك. مراقبة الله جل وعلا ينبغي أن تدخل رمضان وأنت تضع هذا الأمر نصب عينيك، لتخرج من رمضان وقد ازداد القلب رقابة لله جل وعلا. من الحكم والمقاصد أيها الإخوة الكرام التي لأجلها شرع الله هذه العبادة العظيمة تذكر المحرومين ومواساتهم، تذكر هؤلاء الذين لا يجدون طعاما ولا شرابا. إن الصيام مواساة وإحسان، قضى بذلك قرآن وبرهان. نعم الصيام مع المعروف تبذله، وليس فيه مع الحرمان حرمان. من مقاصد الصوم أن تشعر بالجوع كما يشعر الجائعون، وأن تشعر بالعطش كما يشعر هؤلاء العطشاء، أن تشعر بالحاجة مع القدرة، فإن ذلك من الحكم ليترقق القلب على هؤلاء المساكين. يقول العلامة ابن الهمام عن الصائم: إنه لما ذاق ألم الجوع في بعض الأوقات ذكر من هذا حاله في عموم الأوقات، وتتسارع الرقة إلى قلبه. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله عن بعض السلف أنه سئل: لم شرع الصيام؟ فقال: ليذوق الغني طعم الجوع فلا ينسى الجائع. فيا ترى أيها الإخوة الكرام، هل وصلت هذه المعاني إلى قلوبنا منذ رمضان الفائت؟ هل دمعت عينك وأنت ترى محروما لا يجد ما يأكل؟ أرق قلبك وأنت ترى إنسان يموت هزلا من الجوع وألم العطش؟ أدمعت عينك لهؤلاء المحرومين في مشارق الأرض ومغاربها؟ فلا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيها. من الحكم أيضا العظيمة التي لأجلها شرع الله هذه العبادة العظيمة حفظ الصحة والاهتمام ببدن الإنسان، فإن المعدة بيت الداء كما بين نبيكم عليه الصلاة والسلام. من الحكم الوقاية من الأمراض، وخاصة أمراض المعدة التي تصيب الإنسان، فيأتي رمضان ليجعل للإنسان فترة زمنية يرتاح فيها جهازه الهضمي من هذه المأكولات التي
أصبحت حال الإنسان على دوامه. ولهذا أيها الإخوة الكرام، فإن أبوقراط الملقب بأبي الطب اليوناني قد استعمل الصوم كعلاج خلال الأيام الأولى من المرض، وكان يصف أنواعا مختلفة من الصوم تتناسب مع المرض الذي يصاب به الشخص المريض. ويقول الدكتور نيكولاي، وهذا أحد أطباء الجهاز الهضمي والحمية، يقول إنه من المهم أن نطلب من المريض أن يصوم ويخسر بعضا من وزنه من أجل أن يحصل على الشفاء التام، خير من أن نملأ بطنه بالعقاقير والأدوية وجميع أنواع الغذاء. وقد ذكر الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله عن بعض أطباء الإفرنج أنه قال: صيام شهر في السنة يذيب الفضلات الميتة في البدن منذ سنة. فالله المستعان، وتبارك الله سبحانه وتعالى. من الحكم أيضا أيها الإخوة الكرام تحقيق الصبر، وأن يتلبس الإنسان بالصبر، وأن يتعود ويتعلم الصبر. فإن من مقاصد هذه العبادة العظيمة أن يصبر الإنسان. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. يمتنع ويصبر عن المحسوسات وعن المأكولات والمشروبات، يمتنع عن أن يبادل اللفظ السيئ بمثله، كل ذلك صبرا وتصبرا لله جل وعلا. فحري به أن يتعلم ويحقق هذا الأمر العظيم. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضاه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. تأمل لتغنم، تأمل الحكم والمقاصد لتغنم الأجور والمفاوز. من المعاني والحكم العظيمة التي شرع الله جل وعلا لأجلها هذه العبادة العظيمة تعليم البشر قدرتهم على أن يغيروا واقعهم إلى الأحسن. رمضان أيها الإخوة الكرام شهر التغيير، نجد فيه كل شيء يتغير، يتغير الكون، هذا الكون الشامخ يتغير، تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار، وتصفد مردة الشياطين، وتنزل ملائكة الرحمن الكرام في ليلة هي سيدة الليالي، نظام يتغير، ثم حياة العباد تتغير، فيتغير نظام حياة أكل الإنسان. في كل ذلك رسالة إلى أن الإنسان يستطيع أن يتغير. العبادات السيئة عند بعض الناس المعاملين لها تتغير. أولئك الذين كانوا يقولون لا يستطيع الإنسان أن يستغني عن السجارة ساعة في اليوم، يأتي رمضان ليقول لهؤلاء إنكم تستطيعون التغيير وإنكم تقدرون على ذلك. أفلا نغير واقعنا المرير وعاداتنا السيئة؟ أفلا نغير أخلاقنا التي طغت على تعاليم الإسلام وأحكام الإسلام؟ إننا نستطيع أيها الإخوة الكرام. اكتسحت رياح التغيير التي أحدثها رمضان حياة الكثير من الناس، فينبغي أن تمثل نقلة كبيرة في أخلاقهم وسلوكياتهم ومعاملاتهم. ينبغي أن يسري التغيير في علاقة الرجل مع زوجته، وعلاقة الزوجة مع زوجها، والوالد مع أبنائه، والأبناء مع آبائهم، والأرحام مع بعضهم، ثم الأمة جميعا. رمضان شهر التغيير.
التي تمت في هذا الشهر الكريم لتبين لنا هذه الحكمة العظيمة وهذا المقصد العظيم. هذا بالنسبة للحكم والمقاصد. أما الأمر الثاني أيها الإخوة الكرام من التهيئة المعرفية لإدراك واستغلال شهر رمضان، معرفة أحكام الصيام ومسائله الفقهية المتعلقة به، ذلك أن طلب العلم فريضة، والعلم الذي يعبد به الله جل وعلا هو الفريضة، فيجب على الإنسان أن يتعلم أحكام الصيام، يجب عليه أن يتعلم المفطرات، وأن يتعلم الآداب والسنن، أن يتعلم كيف يصوم، وكيف يفطر، وكيف يعبد الله جل وعلا، لأن ذلك دين، وهذه الأمور ليس مجالها الخطب والمواعظ، وإنما الدروس وكتب العلم ومجالس العلماء، فينبغي للإنسان أن يسأل وأن يتعلم، وأصبحت هذه المجالس والعلوم متيسرة للكثير منا. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. هذا، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، وتب على المؤمنين والمؤمنات، وارحم اللهم أحياءنا والأموات. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين. اللهم كن لعبادك المستضعفين في بلاد الشام، اللهم كن لهم في فلسطين والعراق، اللهم لم شعثهم في اليمن، اللهم لم شعثهم في مصر وتونس وليبيا. احقن دماء المسلمين في كل مكان وزمان يا رب العالمين. اللهم لم شعثهم واجمع كلمتهم على الحق والدين يا رب العالمين. اللهم من أرادنا أو أراد ديننا أو أراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده إلى نحره، واجعل الدائرة عليه يا سميع الدعاء. اللهم احفظ هذا البلد من كيد الكائدين ومكر الماكرين وتآمر المتآمرين. اللهم وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. سمع الله لمن حمده. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من
Thank you.